السلام عليكم، صباح الفل. عاملين ايه؟ معاكم اخوكم احمد كمال. ده فيديو سوق الجمعة بتاع الكلاب الكبيرة، اسعار كويسة، حاجات مستويات كويسة برضو. ابعد عن الكلاب، صلي على النبي، قول عليه افضل الصلاة والسلام. يلا بينا نتفرج على السوق ونشوف كان ماشي ازاي. من غير الكلام ده، ابعد عني، ابعد عني، ابعد يا غبي. الكلب ده بص، كلب كلب ارمنت، كل ما هو مصري فهو جميل. مش تبع الكلام. وبيكرهك انت ليه كده؟ لو طلق هيزعلك. كلب ذكي جدا. ارمنت سبع الليل، كلب الصعيد المعروف، منور اسكندريه. ولا بكام الكلب ده؟ 2000 جنيه. ب 2000؟ خد رقم التليفون. هات رقم التليفون. 012 012 79 79 75 75 1 1 8 8 7 8 8 7. ارمنت تحت الطرف. ايوه. 7 شهور. جولدن من الالوان الالوان الحلوه قوي. هو لونه كده واخد نوع كلب نضيف، لاحظته ما تقلقوش، ما فيهوش ولا حشره. كلب حلو. عنده قد ايه الكلب ده؟ سنه وشهر. سنة وثلاث شهور. عايز فيه كام؟ هو فين الكلب ده؟ ما يتباعش في السوق بصراحة. ايوه. بس انا 900 جنيه وفي كلام. 900 وفي كلام. والله العظيم الكلب ده 900 جنيه. والله هو جميل اصلا. معايا رد. مش هينفع معاك الحاجات دي. طب اديني رقم التليفون كده. 031 66 55 8 7 2. 900 جنيه وفي كلام. جولدن اهو، بص الشعرايه عامله ازاي، كفوف قمر. بص بص، عارف صوته؟ ما عارف صوته. طعم كل حاجه. كلب نضيف ما فيهوش اي حاجه. ولطيف، حلو، دمه خفيف، ينفع في البيت يعني، ينفع للأطفال. ونيس جيد، ماشية بيه كده يعني، حاجة تونس. يا مومو، بكام بتبيعه يا معلم؟ واحد من بألف ونص. هو في دماغ حلو والله. اه ابن بتاعته حاجته. طب اديني رقم التليفون كده. 012 012 واحد اتنين 4 9 4 9 04. لا 2 4 2 4 5 9. صاحبه هو يا جدعان، حبيبي ده. حبيبي ثابت. شقاوة برضه. عندها قد ايه تاني؟ جنبها ابو ميل ده. بنوته حلو، بنوته شورت فيها ميل جميل. جوليا عيله، جوليا دي 6 شهور عيله. اه 6 شهور حلو. بكام الكلبه دي؟
البيت بول ده عامله 2000 ودي عامله 1000 دي ب1 ونص ودي ب2000. بص يا شيخ اديني رقم التليفون 012 86 86 28 28 28 28 57 ولد عايل 6 شهور ما ضربوش. ده بكام الكلب ده؟ باتنين ونص. رقم تليفون برضو نفس رقمه ولا معاك رقم تاني؟ هات رقمك كده. 012 070 43126 ده محموق، ده محموق على صاحبه. ده للجواز. نجيب لك رقم التليفون دلوقتي. اديني رقم التليفون كده. 012 2351 3321 تيتو ده كان رد للجواز بس. اوعى ايدك عشان يا عم خلي بالك هيحطك في دماغه كده. يا صاحبه ده برضه هو عارف اسمه ايه يا صاحبه. بص انا لو دخلت بس مش بيعود عشان كده مش بيعود. شورت هير في ميل حلو بس انا عايز اوريك ظهره. الكلب فيه ظهر كويس، ميل هنقول ميل بس في ميل كويس. صاحبي الكلب ده بكام؟ ب2000. عنده قد ايه عمره؟ سنة وثلاث شهور. اديني رقم التليفون. 012 2 90 1 3 9 5 4. بيقول برضه رنوت رد من العيار التقيل يعني. دي بكام؟ ب3.5. عندها قد ايه هي؟ بص البوز، البوز ده قصير جدا. عايز اوريك ايه رسمة الدماغ والبوز عشان الكلبة حلوة. فرخت قبل كده النتايج دي صح؟ ما شاء الله. بكام قلنا؟ ب3.5. حلو. ما هو باين عليها، ما انا عمال احط ايدي، فاضل احط ايدي جوه بقها. النتايه بتاعت فرخ بس دي. اديني رقم التليفون يا معلم.
012 012 8 ايه؟ 8 6 6 4 7 7 4 7 7 1 8 1 8 الفرخ دي باشا ده ذكر جريد دم. هو جريد دم على بيتبول ولا جريد دم بس؟ ايه؟ رود. اه انا فاكرك صح، نزلت بيه قبل كده الكلب ده. رد على بيتبول. بكام هو؟ بكام؟ 1.5. ألف ونص. تعالى تعالى جنب جنب الكلب ده، ما بيقعدش ما بيقعدش. الشباب عايزين يتصوروا مع الكلاب. روح يا معلم. اهو بيصور. ايش يا رجال، 1.5 الكلب ده. طيب النهارده ان شاء الله سكه على العصر كده باذن الله. اديني رقم التليفون. السعي دي رقم التليفون 031 29 46 005. ولد ولا بنت؟ بنوتة صح؟ بنوتة جريفون. عندها دي هي خلفت قبل كده صح؟ خلفت قبل كده لسه والله. اديني طب رقم تليفونك. رقم تليفونك كام؟ ايه؟ 012 76 33 570. عايز فيها كام بقى؟ 700 جنيه. ده بيتبول. بص هنا اهو، بص فوق هنا. عنده قد ايه الكلب ده؟ عنده قد ايه؟ عنده 4 ماشي من 5. 5 سنين؟ ماشي فيهم. حبيبي صباح الفل حبيبي. ايه يا ابويا؟ عايز فيه كام طيب؟ ايوه عايز فيه كام؟ يا عم انت اللي انت عايزه. لا قول لي عشان انا بعرضه للبيع. ايه؟ 800 جنيه. شرس؟ شرس حيوانات وشكل كل حاجة. بره. بتاع احمد كمان اللي على ده؟ اديني رقم تليفونك طيب. 012 06 21 3 4 7 8. في نهاية الفيديو أتمنى يكون السوق كان حلو على قد ما أقدر. بصور الكلاب الكويسة بنقل السوق زي ما هو موجود على قد ما أقدر، بستحسن في حاجات مش كويسة قوي بس هي لقطة لناس معينة عارفة هي إيه ده. صلي على النبي تاني، ما تنساش صباحك فل وسلام عليكم.